سلام بنات، كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، واللي عنده شي أمنية في قلبه الله يسرها ليه والله يوفقه يا ربي آمين. اليوم غادي نبدا لكم بواحد الفيديو اللي هو حليوة، اول فيديو في القناة ديالي نفتتح به القناة، يعني بدلت المحتوى وغادي ندير لكم غنبدا لكم بحليوة الله يحل اليمنى، اللي هي سهلة مهلة، حلوة ديال التفاح، كتجي رائعة في المذاق، وكنتمنى يا ربي تعجبكم. وما تنساوش لايك وابوني والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. لينا وهي مقاديرها بسيطة كالتالي: عندنا كاس تاع الزيت، بالحق انا كنعبر بهذا الكاس ديال اتاي، يمكن لكم تعبروا بهذا الكاس اللي هو راه معروف عندنا في المغرب، او لا هاد الكاس، او لا اي كاس يكون صغير، يعني المقدار تاع كاس يكون صغير. عندنا كاس تاع الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال سنيده، جوج بيضات، عندنا خماره واحده ديال الحلوه، هذه فيها 15 غرام، بالحق انا ما تنديرهاش كلها ولكن بعض المرات كنديرها، مثلا اليوم عندي المول كبير غادي نديرها باش تنفخ ليا فيه شويه. وعندنا واحد صاشيه ديال الفاني، شويه ديال الليمون محكوك اولا حامضه محكوكه، هذا درت الحامض انا شريته هكذا هو محكوك ما حكيتوش، شويه ديال الكوك للتزيين غير شويه ماشي بزاف، هذا اختياري، كاين اللي كيدير غير الكونفيتور، كاين اللي كيدير غير يخليها غير كذاك بوحدها، هذا اختياري. وهنا عندنا العبار ديال هذا الكاس ثلاثة ديال الدقيق، يعني المقادير بسيطه وسهله، ونبداو على بركه الله. فهنا عندنا كنديروا جوج بيضات، كاس تاع الزيت، كاس ديال سنيده، وكنخلطوهم مزيان، كنطربوهم بحال اي كيكه عاديه. من بعد هنا كنضيفوا الكاس ديال الحليب، مروات اخوات لينا كاس الحليب، وكنحركوا عاوتاني، وكنعاودوا نزيدوا سنيده الفانيل، صاشيه ديال الفانيل، ونحركو عاوتاني على بركة الله. كنزيدو قشور الحامض حتى هما، تنعاودو نحركو، كنبقاو نضيفو الدقيق تدريجيا شويه بشويه. هنا كنضيفو الدقيق غير شويه بشويه حتى كنكملو دوك ثلاثه الكيسان اللي هما باش عبرنا الزيت وسنيده والحليب. فالخليط من بعد ما كنديرو الكميه ديال الدقيق اللي بقات كيجي بحال هكا، يعني كيجي ما ثقيل ما خفيف، يعني القياس ديال هذوك ثلاثه الكيسان ديال الدقيق اللي قلت لكم كيجي هو هذاك، يعني الكاس باش عبرتي الزيت وباش عبرتي الحليب وباش عبرتي سنيده هو باش تعبري ثلاثه الكيسان ديال الدقيق، فتيجي يعني اي دقيق جربته انا تيجي لحد هاد الساعه. نسيت ما قلت لكم غنزيد واحد شويه ديال قبصه ديال الملحه. هاد المول 28 سنتيم، تقدروا ديروا مول ديال 20، تقدروا ديروا المول قل ولا صغر، المول اللي درتو تيجي فيه. لحد الان انا اي مول درت فيه تيجي، غير هو السمك تيكون مختلف، يعني هذه ديال 28 سنتيم السمك غادي يكون شويه، هانتوما ملي غطيب غنوريها لكم، السمك ديال 20 سنتيم راه تيكون شويه عالي. من بعد البنات كناخدو قياس جوج تفيفيحات هكا اولا تفاحة كبيرة، كنقطعوهم ونديروهم فوق من الكيكة ديالنا اللي هي هادي، هذا هو الخليط اللي درنا في المول. هانا نقاد لكم لي طرونش تاع التفاح من الفوق ونطلقو من بعد. فانا البنات قطعت التفاح بحال هكا على هاد الشكل هذا، وغادي نبدا بحال هكذا تنزوق، يعني كل واحد الطريقه ديالو، انا بالنسبه لي طريقتي هي هذه، وتيجي زوين في المنظر ملي كيطيب من الفوق، وكدهنيه شي ديال الكونفيتور ديال المشماش اولا ديال الفريز، لكم الاختيار. ناين مروه بنتي باغيه دير التفاح، تخسر ليا المنظر ناين تخسريش، غادي نعطيك ديري وحيده.
يقولوا لك البنات برافو مروه دارت لينا التفاح في الكيكه. فوالا بهذه الطريقه هذا كنستمر الدوره الاولى، من بعد كندير الدوره الثانيه وانا غاديه حتى كنكمل الدوره ونتلاقاو من بعد البنات. ثم البنات كما كتشوفوا انا كملت الدوره الاولى بحال هكا ونبدا الدوره الثانيه اللي من تحت منها. فهنا البنات، هنا البنات كملت الدوره ديال الكيكه ديال التفاح، فكتهز تقريبا جوج تفيحات داك المقدار اللي وريتكم على حسب المول. هذا المول ديال 28 سنتيم، يقدر المول ديال 20 يقدر يهز قل. ودابا غادي نديروها في الفران، يعني كل وحده كتعرف الفران ديالها. انا الفران ديالي تقريبا كنديرو على 170 160، كنخليها كطيب شويه عليها، وكل وحده والفران ديالها. غادي نديروها في الفران وملي تخرج نوريها لكم البنات كيفاش جات. انا خرجناها، ها هي البنات الكيكه تاعنا خرجناها من الفران. دابا غادي ندهنها من الفوق بالكونفيتور ديال الفخيز اولا ديال المشماش. انا كيتوفر عندي دابا ديال المشماش، كتجي رائعه حتى بالمشماش، وكندردرو عليها شويه ديال الكوك. على فكره البنات يكون الكونفيتور ديال المشماش اولا الفخيز يكون بارد، لان انا كندهنها وهي سخونه. وإلا كانت هي بارده وبغيتو تدهنوها، غادي تاخذوا شويه ديال الكونفيتور غادي ديروه في كاسرونه وغادي تدفيه واحد شويه عاد تخويو عليها هكذا من الفوق. انا كنفضل هذه الطريقه هذه، انا وريتكم الطريقات بجوج وكل واحد يدير اللي سهل ليه. غير الصراحه البنات بالكونفيتور هكذا كتجي بحال درتي لها الناباج من الفوق. هانتوما غتلاحظوا الفرق البلاصه اللي انا درت ليها والبلاصه اللي ما درتش ليها، يعني تتجي كتكون فيها ديك لا بريونس. مرواتي ها هي جات تطل بغات الكيكه ياك مروه. هانتوما انا ندور لكم الجهه الاخرى باش يبان لكم الفرق. فوالا يعني كيجي بحال درتي لها الناباج. انا بالنسبه ليا كنفضل ندير لها بحال هكذا، وماما تي حتى هي هكذا كدير ليها. انا قلت لك نقلت من ماما. كنتمنى تعجبكم البنات، جربوها على حسابي والله. يلا مروه يلا، قالت لك عطيني حتى انا يشوفوني البنات. شوفوا ها سيدي، شوفوا ها سيدي. فوالا ها هي شتي لا بريونس اللي ولات فيها البنات. ما عرفتش واش كيبان لكم، لان البوله عندي شويه ماشي هي هذيك. الوغ دابا غادي ندردرو عليها الكوك، يعني الزواق راه اختياري، ديروا اللي حبيتو. انا بالنسبه ليا اليوم عندي الكوك، انا غادي ندير الكوك، ولكن راه اللي عندك تقدري ديريه من الفوق اولا تخليها هكا. غير انا درت الكوك لان عزيز على بنتي الكوك وعزيز عليا حتى انا الكوك. فبالنسبه للكيكه ديالنا، ها هي الكيكه تاعنا البنات، ها هي كتجي هكا، ها هو السمك ديالها اللي انا قلت لكم، يعني راه تجي مزيانه. وانا نقطع لكم واحد شويه وشوفوها كيفاش جات. نتمنى البنات انكم جربوها لوليداتكم ولا عائلتكم وردوا عليا الخبر، ونتمنى نكون كنت خفيفه على قلبكم. وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.